انظروا لهذه التفاحة، تبدو طازجة ناضجة جميلة من الخارج، لكن لو فتحناها فلا شيء في الداخل سوى العفن. في رواية قلب الظلام لجوزيف كونراد، جوزيف كونراد وصف الحضارة الغربية بالضريح الأبيض. الضريح الأبيض جميل وأبيض ونظيف من الخارج، ولكن في الداخل لا يوجد إلا أجساد عفنة. الحضارة الغربية نفس الشيء، تبدو من الخارج جميلة ورائعة ونظيفة، ولكن في الداخل لا يوجد فيها إلا انعدام القيم وانحلال الأخلاق، ولا يوجد فيها إلا العفن، تماما مثل هذه التفاحة.